قالت في ولاية معسكر حالة من الفوضى بسبب تسجيل مريض المدعو بن عربية مختار من دائرة البرج ميتا، وهو حي يرزق بعدما أعلم ابنه بذلك. وقامت عائلته بتحضير مراسيم الجنازة ليتفاجأوا بعد ساعات أن والدهم حيا يرزق. هذا وقد اشتكى العديد ممن يرقد أهاليهم بالمستشفى من سوء التسيير والفوضى بالمؤسسة. ميكروفون غنية غلمي. بن عربية ولد المريض بن عربية مختار دخلت شيبانية على 5 تاع الحشية يامس 5:30، دخلت على لوبيطال 7 على 7، جيت نسقسي على أبويا كي راه داير، حوس في الشاف سيرفيس قال لي بوك الله يرحمه توفى البارع على الوحدة على 7:30 تاع الصباح. على 7:30 عيطت للدار أنا داروا جنازة، صاي الجنازة تبنات. رحت شريت لاتوني قعدت نقارع، دخلوني لدار الحمد تاع الموتى، جبد الأول مشي بويا، الثالث مشي بويا، الرابع مشي بويا، الخامس مشي بويا، ما كان صاي هادو هما الموتى، بويا وراه راه ميت. قال لي قارع صبر نحوسوا له في لوبيطال، قعدوا الفراملة طالعين وهاودين، بويا وراه بويا، عطوني بويا ندفنه. شهادة الوفاة خدمتها، عطوني دوسي هما، روحت البلدية ضربت عليه، بويا أوندي كابي. في ديابيتيك يدير الحلو ما يشوفش، اللي قاله واحد قد مالاد كي دخلت على تيغنيف قالوا لي كوفيد، ما داروا له ما عيروا له ما فوتوا في السكانر ما والو، قال لي بو كوفيد. راه في 4 جور قعد 40 تويتر بلا ما، وما داروا لهش حبه تاع دواء ما داروها لهش. رانا نجو قريب 60 كيلومتر رانا نجو لهنايا، ضربوا له تليفون مبلع التليفون تاعه، كي راه صار له الله اعلم، الدواء ما داروا له.